فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالله جل وعلا أباح بهيمة الأنعام بشرط أن تذكى زكاة شرعية، فلا أحد يحرم شيئا أحله الله، هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان هذا من باب تعظيم الأصنام فهو شرك أكبر وتقرب إلى الأصنام في هذه الأشياء، فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأمور أو يلتفتوا إليها. وأول من فعل هذا في العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان ملكا على الحجاز أو واليا على أهل الحجاز، وكان متنسكا متعبدا. ثم إنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فدخل ذلك في فكره واستحسنها، ثم جلبها إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها، فهو أول من، وكذلك سيب السوائب لها من بهيمة الأنعام، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. كانوا في الأول على دين إبراهيم، أول من غيره هو هذا الرجل، أول من سيب السوائب وعبد الأصنام، بل أمر الناس بعبادتها. انتشرت الوثنية في أرض الحجاز من ذلك التاريخ إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله وأعاد ملة إبراهيم وحطم الأصنام ونشر العقيدة الصحيحة. وقد رآه صلى الله عليه وسلم، رأى عمرو بن لحي هذا وهو في صلاة الكسوف، وهو قائم في صلاة الكسوف يصلي بأصحابه، فتقدم وهو يصلي وتأخر وهو يصلي، ثم أخبرهم عن سبب ذلك، أنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه أراد أن يأخذ منها قطفا، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم رأى النار، ولذلك تأخر عليه الصلاة والسلام، تقدم لما رأى الجنة يحاول أن يأخذ منها شيئا، ولكن الله حكم أنه ما يكون شيء من أمور الآخرة في الدنيا على قيد الحياة. ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام خوفا منها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار يعذب فيها والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب.